انطلقت عملية عسكرية من قبل قيادة الحج الشعبي شرقي باب محمود التابعة لقضاء خانقين، حيث تم تطهير البساتين وتفتيش السلسلة الجبلية المحاذية لهذه المنطقة ودراستها عسكريا لمسكها والسيطرة على كل الطرق المؤدية إليها. مباشرة القيادة من الشرق سلسلة جبلية نزولا مع السهول مع الهضاب حتى وصولا إلى تقاطع باب محمود يعرفنا في خانقين إلى الغابات إلى مقالع الحصو إلى التلال المحاذية إلى جلولاء بالكامل. فيما أكد الحج الشعبي بأن العملية ابتدأت من شرقي قضاء خانقين وصولا إلى الحدود مع الجمهورية الإيرانية، وتم مسح الأرض وتفتيشها من قبل قوات الحج على الرغم من صعوبة الطريق من سهول وجبال وشقوق كبيرة في هذه المناطق. تم التحرك ضمن المنطقة في مدينة خانقين شمال شرق خانقين، وذلك لورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود العدو أو تواجده في هذه المنطقة البالغة مساحتها حوالي 10 كيلومتر تقريبا، حيث تم الذهاب إلى تلك المنطقة والحمد لله تم تفتيش المنطقة وإن شاء الله العملية مستمرة وسوف نقوم بتحرير تلك المنطقة إن وجد فيها عدو. عملية واسعة للحج الشعبي المتمثلة بقيادة محور ديالة ومشاركة القيادة مثل السيطرة المسوي وألوية اللواء 20 اللواء 23 اللواء 110 واللواء الأول لتطهير الضفة الشرقية لقضاء خانقين والبساتين المحيطة بباب محمود، وتم تطهيرها بشكل كامل وأيضا الجبال المهمة الموجودة على القريبة من الجمهورية الإسلامية تم تطهيرها بشكل كامل ولمنع تسلل عناصر داعش المتواجدة في هذه المنطقة. إن هدف العملية هو تطهير الأماكن التي يتواجد فيها عدد من الخلايا النشطة لتنظيم داعش التي تقوم بين فترة وأخرى بعملية ضد المدنيين والقوات الأمنية. من محافظة ديالى حسن شمري، التغيير الفضائية.